لا شك انه يعني الكلام اللي عم يصدر اليوم من السفير السعودي هو كلام ايجابي، وواضح انه هناك تحول في الموقف السعودي. يعني كنا عم نشوف سابقا المستوى العالي والخطاب العالي من قبل السعوديه فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، بشو تحديدا؟ يعني جوزيف عون او الفوضى، وين قالوا؟ يعني هلا واضح من التسريبات والمسار اللي كان عم ينشغل عليه بالفترة الماضية، مش بالتعبير. بس أنا بهمني أعرف، بقول حضرتك أن السعودية كانت تقول جوزيف عون أو الفوضى، أنا ما بعرف وين قالتها هيدي. مش كل شيء يعني بيعملوا له بوست وبيحكوا عنه بشكل علني. عادة المسارات والسياقات الدبلوماسية بتطلع مثل هذه التعابير وبتبقى ضمن الصالونات وضمن المجالس، لكن واضح أنه كانت السعودية رافعة مستوى التصعيد والموقف فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي إلى أعلى درجة، وقالت إما جوزيف عون أو الفوضى، وهذا كان مترافق أيضا مع موقف عالي النبرة من قبل باربرا ليف، واللي كانت عم تقول أنه يجب إعادة بناء لبنان من تحت الرماد وأنه لبنان ذاهب نحو الأسوأ. الموقف السعودي والموقف الأمريكي كان متناغم مع بعض البعض للضغط على القوى اللبنانية وتحديدا حزب الله حركة أمل للتغيير في موقفهم فيما يتعلق بترشيح سليمان فرنجي، لكن تبين اليوم أنه الوضع مختلف كليا. السعودية تريد تجميد صراعاتها في المنطقة، تريد تصفير صراعاتها بالمنطقة، تذهب إلى تسوية ووقف إطلاق النار في اليمن، تذهب إلى إعادة الحرارة والعلاقات القوية مع سوريا. الرئيس الأسد حيكون بالسعودية قريبا على ما ينشر في الإعلام. تعتقد رح يكون؟ لأنه في أخبار متناقضة، البعض يقول أنه اليوم الرئيس الأسد إذا لم يطبق الشروط المطلوبة منه والقرارات الدولية الخاصة بسوريا فهو لن يعود، والبعض الآخر يقول أنه سيعود. كلام المعترضين اللي عارفين أنه اليوم في نصر في سوريا وأن هناك محور انتصر في سوريا وأنه الجامعة العربية تركض من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والسعوديون يريدون إنجاح القمة العربية بعودة سوريا إلى الرياض. هذا الموضوع فقط خطوات، المسار بدأ وانفتح، لكن فيما يتعلق بالساحة اللبنانية. قلنا أول شيء الموقف السعودي كان موقف عالي النبرة، بعد منا شفنا أنه السعودية ترغب برئيس لا يكون قريبا من حزب الله. من حزب الله، صح. ثم بعد الفترة الأخيرة عم نشوف نحن لا نمانع من أن يكون سليمان فرنجي رئيسا للجمهورية. صحيح أنه خلينا نقول لا نغطيه، لا نعمل من أجل إيصاله، لكن واضح هناك ليونة في الموقف السعودي، ولم يعد لديها مشكلة بأن يصل سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة، خصوصا إذا عم نحكي فعلا عن تصفير المشكلات في المنطقة وعن حل الأزمة مع سوريا وإعادة فتح الأبواب. هذا الأمر لابد أن يمر بالساحة اللبنانية، ولابد أن يعاد تنظيم البنية السياسية والدستورية بلبنان بالصيغة التي يعني تحفظ مصالح السعودية بنفس الوقت وتؤكد على مسار التسوية في المنطقة. إذا كان فعليا السعوديين رايحين إلى تبريد الأزمات، معنى ذلك أنه لبنان سيحوز حصة من هذا التبريد، نعم. وسيكون هناك مصلحة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. نعم، التبريد الأزمات مضبوط في سياسة المملكة العربية السعودية، ولكن هل هذا يعني تسليم لبنان إلى رئيس مقرب من حزب الله؟ أم البعض يقول لا، يعني اليوم ما قامت به باليمن المملكة العربية السعودية مختلف، منفصل، لنقول يعني ما في شيء مقابل شيء عن لبنان، الساحات منفصلة ومنا موحدة، وأنه لا، الكلام اليوم عن مضبوط ضرورة حل الأزمة في لبنان، ولكن ليس على قاعدة غالب ومغلوب، ليس على قاعدة انتخاب رئيس مقرب من حزب الله، بل على قاعدة انتخاب رئيس يتوافق عليه اللبنانيون، وهذا ما قاله السفير البخاري بكلامه أمس. ماشي.
طالما اليوم لحد هلا رئيس تيار المرادة ستيفن فرنجي لا يحظى بتوافق لبناني، كيف يمكن ان ينطبق هذا الكلام عليه؟ خليني اقول شغله، انه اول شيء هذا كلام القوات اللبنانية ومن يدور في فلك القوات اللبنانية، هذا وأيضاً كلام كل جزء الذين لا يوافقون على انتخاب سليمان فرنجي رئيس، وهن مش فقط القوات اللبنانية، هن القوات التيار الكتائب نواب تغييريين. الأساس بالجو هو القوات اللبنانية اللي عم بتشيع أنه ما في تسوية بالمنطقة. سمعنا كلام سمير جعجع، اسمعني بس ليش عم تنكروا انه في مش بس القوات رافضين انتخاب رئيس تيار المرادة؟ معلش لو سمحت بدي اتوقف عند هيدا، يعني هذا كثير مهم بالنسبه للراي العام حتى، يعني اليوم حضرتكم عم تختصروا كل هذه القوى المسيحيه والمتفرقه وغير المسيحيه. بنقول لك شغله بس هلا عم يعني مشكله عنه عم لا تفوت الافكار ببعض البعض. اوكي، الفرنسيين أبلغوا جزء من المسيحيين، وهذا النقم اليوم المسيحي على المبادرة الفرنسية وعلى المساعي الفرنسية. نعم. أنكم أيها المسيحيون لستم وحدكم من يقرر الاستحقاق الرئاسي، أنه أنتوا هذا البلد ولد في فرنسا. مش المسلمين بس لوحدهم بقرروا من هو رئيس الجمهورية، يعني لهي ولهي. تفضل. هن المسيحيين هيك قالوا لهم، يعني عم بقول لك انه شو عم بيقولوا الفرنسيين. ايوه، عم بيقولوا شو عم بيردوا القوى. وانه هذا البلد من انتاجنا، من صناعتنا. نعم. وانه ولد في زاويه من زوايا فيرساي. ماشي. إيه؟ فما حدا اليوم يجي يعلم على لا ما هذه النظريه. انا بقول لك اليوم هذا هذا السخط المسيحي من قبل التيار ومن قبل القوات اللبنانيه بوجه الفرنسيين سببه انه اليوم في معادلات كبرى. نعم. عم تركب بالمنطقه. ومن اخطر الامور بالنسبه الى المسيحيين تحديدا، هلا انا ما بدي احط حالي في موضع من يعطي درسا لاحد، او اني مثلا كنت ارى ما يراه الاخرون اليوم متاخرين. نعم. لا، عم بقول انا انه في جهد عم يبذل على مستوى المنطقة. الفرنسيين داخلين بمساعي لوضع نهاية للأزمة في لبنان، وأيضا السعوديين يريدون تصفير المشكلات في المنطقة ويبادرون باتجاه اليمن وباتجاه سوريا، وهذا سينعكس بشكل أو بآخر على الساحة اللبنانية. نعم. اليوم إما أن نبقى خارج التسوية وإما أن ندخل داخل التسوية فاعلين، حتى ما واحد ينظر ويقول نحن لا بدنا رئيس لبناني 100%. نحن مع أنه ننتج رئيسا لبنانيا 100%.